من الناحيه الواقعيه البحته حسب ما شفنا الاربيتر غلط في الوقت. الاربيتر بالنسبه لي فما 10 دقائق معناها فما كنت تشوفوا فما في دقيقه 79 هز يده للتسليم اربيتر خمس دقائق دونك حاب يزيد خمس دقائق في ال 85 كيام زفر الفان دونك غلط في 10 دقائق ظاهر. اذا كان نمشيو على هذا اللي فما 10 دقائق دونك الاربيتر غلط في الوقت سي ان كانون بريفي بار لا لوا. ما فماش حاله تقول اذا كان الاربيتر يغلط في الوقت شنعملوا دونك هنا تولي دي ريزوليسيون تولي لوائح يتم اتخاذها سير لو تاع غادي من طرف اصحاب القرار غادي هما الكوميسار دو ماتش استاذ اليوم وي وليد بن رحومه معاك اهلا وسهلا بك رياضه اهلا 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 شنو احوالك؟ قبيليك كان معنا الاستاذ انيس بن ميم اللي اعطانا الارتيكل 7 اللي يقول لك الارتيكل 7 الارتيكل 7 نتاع قوانين اللعبه معناها قوانين اللعبه تقول لك اذا كان مقابله ما توصلش لل 90 الحكم يعلن على نهايتها من غير ما يكون فما سبب لهذا فانه هذا يتعاود المقابله. لا اذا كان في حاله ربما ما توصلش لسبب معين وفما علاش وفما اما اربيتر يغلط في الوقت بون ينجم يكون راي انيس معناها يكون صحيح راهو خاطرني قلت لك اشو صعيب ياسر اما حسب رايي انا صعيب ياسر انك الكا هذايا بريفي بار لا لوا انه اربيتر يغلط في الوقت سيرتو يا اون ديسيزيون جات بعد جات ديسيزيون من لي ديسيدور بعد هما غيروش النص هما بالنسبه لهم سي ان كا نون بريفي دونك اجتمعوا مع بعضهم وخذاو اون ريزوليسيون خذاو لائحه قرروا باش يرجعوا لي دو زيكيب. انا حسب رايي بكل احتراز وبكل تواضع والخيان غادي بتاتر عايشين سيرتينمون عايشين انا مثلا كان جيت غادي نرجع ليكيب تاعهم قال لك ارجع ارجع على خاطر توا صعيب ياسر لو كان احنا ما بناش باش نظهروا لي احنا غالطين خاطر نعاود نقول سي ان كا نون بريفي بار لا لوا فما حتى نص يقول اذا كان الاربيتر يغلط في الوقت دونك خذاو قرارهم سور لو تا غادي وهذاك هو شنو يصير عادة ياخذوا ان ريزوليسيون يعني بغسرة الوقت وبالوضع يفرض انه اصحاب القرار يقرروا غادي قرروا باش المباراة ترجع. باهي انا حسب رايي كارنا رجعنا بون ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا هما غادي صحاح وان شاء الله يطلع انيس صحيح. باهي استاذ رياضي تويتي ما يسالش نحب نزيد نستغل تواجدك معنا بحكم معرفتك للقانون. كان معنا هشام بن عمران العضو الجامعي واللي اكد كونه لا الحكم الاول ولا الحكم الرابع ولا حتى اي طرف ما توجه لا لقائد فريق المنتخب التونسي ولا لاي طرف في المنتخب التونسي باش يستدعاهم لاستئناف المباراه. هذه حكايه اخرى. هذه هما عاد يعرفوا خير لو كان هذا صار وثابت مسألة أخرى أما حسب ما رينا في التلفزة أنا تفرجت في التلفزة كاتريام أربيتر هو إلى رومبلاسي كازوي ورجع وعمل لي شوفمون والإكيب نتاع مالي رجعت تلعب كيفات الممرن نتاع مالي رجعوه خرجوه من الكونفيرونس دو بريس توا في بهين قالوها معناها خرجوه من الكونفيرونس دو بريس جاوا لي زوفيسيال دو لاكاف وقالوا ترجع وخرجوا جواراتهم الدوس من 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 كل الوحدين نتاع الكلاساج اللي يعملوا فيه نتاع الثلج كيفاش جاوا المالي قال ارجعوا جيوا لتونس يقولها لا مستحيل ان شاء الله يطلع الكلام صحيح ان شاء الله. لا فما تغرب استاذ في التصريحات في وديع الجريح حسب بوين سبور قال حاج النافع بن عاشور قالوا ما ياش راجعين كيف كيف هاني السحباني اكد يقول له حسين جنايح قالوا ما ياش راجعين في حين هشام بن عمران قال ما عيطوا الناس معناها هنا فما حاجه مش واضحه معناها. شوف سلام وليد انا يظهر لي الدكتور جري والولايات غادي حبوا يلعبوا على ليرور ادمنستراتيف الخطا الاداري اللي تتعاود المباراه لكن هنا اسكو احنا في خطا اداري لهنا الحكم غلط في الوقت واللي زوفيسيال غادي خذوا قرار تو كما خذوا قرار والجوارات طلعت في الكار ومشات روحت والله يمكن اما تو معناها خذوا قرار غادي قال لك ارجع العب انا حسب رايي قال لك ارجع ترجع انا هذا رايي بار بريكوسيون يعني حسب معرفتي في التحكيم استاذ وليد الخطا الاداري شنو مثلا طريقه عوده الكره للاعب مثلا شونجمون ما صارش كيما يدي مثلا جوار نون كاليفي ما عندوش الحق كاليفي والجامعه عطاتو كاليفيكاسيون معناها خطا اداري خارج على نطاق الفرق فهمت هنا ايرور ادمنستراتيف يتعاود ماتش اما هنا راهو الكا هذا الحق ما عمره ما صار ما
معناها لي زانتربريتاسيون تاع التاويلات اللي قاعده تتعطى سواء من الزملاء في القانون ولا غيرها راهي توا مازالت اشو انا بيدي راني خذيت بخاطرك يا اخو خاطرك يا اخو خاطرك ولا خايفين من حاجه سيدي توا ما تترتبش عنه عقوبات عدم ما هذاك المشكل تي ما هذاك المشكل انا قلت لك انا باحتياط باحتياط قال لي ارجع نرجع انا هذا رايي بالضبط لكن نخاف خاطر من العقوبات وتعرفوهم هم معانا كيفاش بالضبط بالضبط قال لي ارجع والكيف الاخرى رجعت واللجنة والطاقم التحكيم رجعها فهمتني ومن بعد حارب على خاطر ابارامون حاسبين قالوا ترجعوا تلعبوا اون بلس دو معناها اون مينوت اللي مازال بلس دو بير دي تون حارب على بير دي تون احنا ما رجعناش احنا قلنا لا ما نرجعوا لعبنا لا كارت معناها الجامعه نتاعنا بوم تاتر ما نعرفش لعبت لك الكارت نتاعها معناها لعبت الورقه نتاع هات المباراه طيب يقول لك شد ثلاث دقائق وجوارات بردت وجوارات كذا ما عادش باش نمركي فما خطر كونه تصير معناها اجراءات اداريه تنجم حتى تمس مثلا ملاعبيه استاذ ولا مستقبل المنتخب في البطوله كيف فيو لا جرافيتي دو سكي سي باسي معناها ما قريب انهم باش يعاقبونا معناها هي نورمالمون لو كانت تعملها في حاله عاديه تعاقب عقوبات كبيره راهي لا الجوات مش انديفيديوالمون اما ليكيب ناسيونال مي حسب رايي انا وان شاء الله على كل حال نتمناه خاطر احنا ماناش موضوعيين هذه بلادنا معناها صحيح بيان سور ما تنجمش تكون موضوعي حسب لا جرافيتي خاطر سكي سي باسي اكستريمون غراف اكستريمون غراف معناها في كومبيتيسيون كيما هذه العالم الكل يتفرج فيك تصير غلطه كيما هذيك حتى لو كانك انت عملت ان بو تزال وما حبيتش ترجع مراش انا مراش انهم يمشيوا اكثر من اللي خسرونا في الماتش ويظهر لي هذه القراءه اللي مشاو فيها اعضاء المكتب الجامعي كونه حتى كان يظهر لي حسب ما فهمت شويه من تصريح الدكتور جري وجماعه يتكلموا شفتهم شويه في التلفزه قلت لك لعبوا الورقه نتاع يعاودوا الماتش حابين يعاودوا الماتش كان قاعده كاكه ما خذاوش الديسيزيون اللائحه خاطر تسمى لائحه كي ياخذوها سور لو تا غادي سور بلاس تسمى اون ريزوليسيون كان ما خذاوش الريزوليسيون نتاع الرجوع نقول لك ولو ان كومبيتيسيون ماك تعرف محصوره بالوقت وصعيب ياسر ودروا تيلي وترشني صعيب يعود لك الماتش اما لو كان ما خذاوش الديسيزيون باش يرجعوا لي دو زيكيب بوتيتر يافي اون بيت شانس انو الماتش يتعاود وانا تسير الاداري ها بالضبط انا كنت نتمنى اذا كان عندهم النيه وانهم شي يعتمدوا على الخطا الاداري من المفروض طلع ملاعبيتك في البيوس وابعثهم للكارك بل كل شيء ابعثهم للوتيل بالضبط اذا كان خرجوا ملاعبيه 40 مينوت والملاعبيه ما زالت في الفستير علاش هما خاطر ما نعرفش انا اللي 45 مينوت تعداو ولا لا تعداو 40 مينوت لا ما تعداوش 40 مينوت راه ما كان 40 مينوت ضدنا احنا خاطر حتى كان باش نمشيو في الكافور تي معناها في الكات فورس ماجور من عشنو اللي كان تاع ضغوط قصف ولا تومبيت ولا انفايسمون تيران ولا حاجه 45 مينوت حتى كان باش ندخلوا اللي صار ولو انه في نظري انا ما يدخلش انا بور موا نعاود نقولها سي ان كانون بريفي كانون بريفي حتى لو كان باش ندخلوا تحتك الحكايه نتاع ال 45 ومازال 45 مينوت مازال 45 مينوت معناها ان شاء الله نكون انا غلط اما انا نعاودها الكلمه نتاعي قال لك ارجع ترجع ما فهمش ما تخليش روحك في الشك ولو انه هما غادي سير بلاس يعرفوا خير مادام هشام بن عمران كمان مخو عليه مش كي نيمبورت كي باش يقول لك راه ما قالوناش مانيش باش نكذبوه احنا توا ما فهمتني مي حق صعيب ياسر انهم يرجعوا مالي ويرجعوا الطاقم التحكيم وتنافس تصور ويجيو ولي نحن يجيو جواراتنا ما يجيوش جواراتنا يقولوا ما رجعوا وصرحوا لي قالوا ماناش راجعين استاذ نقطه اخيره ونعول على رحابه صدرك نعرف اللي خذيناك معناها على الطاير مشكور به الحكم الرئيسي للمباراه ما رجعش بعد الماتش ويبدو لا 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 خلينا نكمل لك سؤالي ويبدو كونه تعرض لوعكة صحيه به القرار نتاع كونه اعتماد الوقت البدل ضايع خذاه الحكم الرئيسي وقت اللي هو في حاله غير تمييز يبدو لي وقت اللي عيطولو للفار هذا اللي قاله لنا مبعوثنا الخاص وقت اللي عيطولو في الفار في الورقه الحمراء مشى للبلاصه الغالطه ما مشاش لبلاصه الفار يبدو كونه ما كانش مميز هل هذا نجمو نعتمدوه هذا شوف نجمو نعتمدوه حسب رايي تو احنا باش نحاولوا نكونوا رياليست راهو بالطبيعه هاي بالطبيعه كان فما فوت جراف نتصور سان سار ريان ديتر شوفان بالفرق
إذا كان خذا قرارات في الدوزيام ميت فا بريمير ميتون فيش مشاكل، مي دوزيام ميتون غروسو مودو ما فما شيء عداها باهي يعني. صحيح. لي دو بينالتي، لي دو بينالتي صحاح، الورقة الحمراء في بلاصتها، بدا يخلوض من حكاية البير دو تون وتصفية الفان دو ماتش. كانت تنجم علاش أنا باغ إكزومبل صراحة بار بريكوسيون فهمتني، كنت الخير أن نرجعوا مادام خذاو ديسيزيون، كنت الخير أن نرجعوا ونحارب، أنا نحارب عليه بيرتيتو مع الكاتريام أربيتر ونحارب عليه مع الفار، خاطر الفار عنده كلمة زادة. نفرج في جمال الغندور في بيين قال لك لا الأربيتر فار عنده كلمته في الوقت، فهمتني، نحارب نتفاوض أنا مادامك أنت غلطت وجواراتي رجعتهم لك مدوش وكل شيء، نجم نتفاوض سير بلاصة نقول له خويا إجي نتفاهموا على الوقت باهي نرجع. اما يا خويا الوقت راهو مش دقيقتي، فما ابارامون 8 ولا 9 مينوت معناتها 5 شونجمون بلس 2 بينالتي بلس فار بلس كارتون روج، كيف الدرجين تلعب انت عندك في وقت. والنقطه اللي ذكرتها استاذ اللي حكم الفار ينجم يتدخل في الوقت، هذه زاد تطرح سؤال معناها نقطه استفهام كبيره برشا. وقت اللي الحكم اعلن للمره الثانيه على نهايه المباراه شبيه الفار ما كلموش وقال له راهو على الاقل مازال 5 دقائق. ابارامون حسب الغندورة، انا الحق اليوم تعلمت هذه، انا بيدي ما نعرفهاش الحق نتاع ربي، ربيت الفار يتدخل في الوقت. قال الغندور قال يزمو يشاوروا، قال يزمو يشاوروا، وقال التكست حتى بالانجليز قال هي ماست، معناها انا كنت نعرف يجب هي ماست معناها يجب il doit، فهمتني بالانجليزي. دونك اذا كان يظهر فيه ما سالوش، على خاطر ظاهر الاربيتر عنده 10 دقائق طاروا له من مخه، زاد 5 مينوت على 85 زفر المره الاولى، ومن بعد زاد شويه ومن بعد ما نعرفش شنو اللي صار له. معناها استاذ تاكيد لكلامك انه صعيب يتعاود الماتش، حتى مثلا منتخب مالي يقول لك شنو ذنبي انا قاعد باش تعاود الماتش وانا رابح، معناها هذا خطا حكم رجع للميدان منتخب مالي. انا فوالا صحيح، انا حسب رايي لا بتيت شانس هذه بتيت انه الماتش يتعاود يظهر لي، وان شاء الله نطلع غلط ضاعت ملي ما رجعناش. كان ما خذاوش الديسيزيون باش يرجعوا نقول لك نجم تصير مشكله، وبشويه لوبينغ وبشويه كمام وديع لي في الكاف، ونجموا نكبسوا مع اون بتيت شانس في كومبيتيسيون كيما هذه، خاطرها سيري بالوقت اون بتيت شانس. كان جات كومبيتيسيون اخرى كثير يتعاود، لكن كومبيتيسيون مضغوطه هكا، لكن البتيت شانس هذيك توا كيفاش يقول لك انا رجعتك ليكيب الاخرى، رجعت الاربيتر ناحيته، كاتريم اربيتر بالقانون اون كان دان ديسبونيبيليتي الاربيتر بالنص، هو يبرون لي شوز ما يهبط هو يزفر، وهبط باش يزفر ليكيب الاخرى رجع، انت ما رجعتش. سي اون ديسيزيون كي اتي بريز بار لي ديسيدور غادي بور ان كا اللي نقولها بكل احتراز، تو ما زلت ندرس فيها مع زملائي الترجي، قاعدين نشوفوا في شنو بكاكا باش نتعلموا حاجه جديده وكاهو، قاعدين نشوفوا مي بور لو مومون بكل احتراز سي ان كا نون بريفيو بار لا لوا، دونك اللي موجودين غادي هما اللي قرروا وقرروا باش ترجع المباراه. هذا رايي بيان سور بكل احتراز، راه وكان عندي نغير رايي راه نقول لكم. جزيل الشكر ليك استاذ رياض التويتي رئيس اللجنه القانونيه في الترجي الرياضي التونسي. مرحبا هاكا اسلام يسالش وليد، سامحني اسلام ديما يخسرني. الحق نتاع ربي استاذ، انا اللي بعثته، انا اللي عطيته اسمك. وانت مشكور جدا استاذ على تدخلك معنا، حاب تصدرك جزيل الشكر. نجيب لي راس مع المستمعين. جزيل الشكر ليك رياض التويتي رئيس اللجنه القانونيه للترجي الرياضي التونسي. يظهر لي قلنا كل ما يمكن انه يتقال. نكملوا عرفتك اللي نكملوا المباراه اون كو دو بواسون، معناها ماناش فاهمين وماناش عارفين. من ديجا يبدو لي المباراه بيدها تعديت للصف الثاني، ما حكيناش على المباراه وما نعرفش كان باش نحكيو على المباراه هذيا، لكن ماناش باش ننساو الجانب الفني من المباراه، واكيد الناس كل باش تعاود تحكي في الماتش وكل شيء. الجانب التحكيمي هذا ياخذ نصيبه اكيد، والجانب القانوني ياخذ نصيبه، لكن الجانب الفني اكيد يعني، والاخطاء اللي طحنا فيها اليوم والوجه اللي غير مرضي اللي يظهر عليه المنتخب اليوم، اكيد باش نحكيوا فيه ونتكلموا فيه من باب النقد البناء، من باب التلافي يعني النقائص واصلاح الاخطاء اللي صارت بالنسبه للمستقبل، لانه يعني عندنا ثقه في المنتخب وانه ان شاء الله يترشح للدور الثاني ما ثم حتى اشكال بقدره الاله. لكن الجانب المشكله وانه نعملوا زوز اخطاء، ولينا توا يا وليد عملنا خطا فني
تكتيكي في المباراة في المباراة فهمني، ونزيدوا نعملوا خطأ إداري بعد نهاية المباراة تولي دوبل فوت، فهمني دوبل فوت، لأنه من المفروض يعني كنت نتمنى وأنه الفريق يرجع، وكما قال أستاذ تويتي يعني من المفروض يرجع الفريق ويكمل التوقيت اللي مازالوا صحيح وما هوش خيختين كما قالك، لكن يرجع الفريق ويحتج على الوقت الإضافي اللي المفروض يزيدوا الحكم وناخذوا فرصتنا كاملة. جاتنا فرصة، الحكم أنقذ الموقف وقت اللي رجع الحكم، يعني التحكيم بصفة عامة لجنة التحكيم أنقذوا الموقف وقت اللي قرروا باش يرجعوا الفريق يعني للملعب، لكن احنا اعطيناهم فرصة، اعطينا فرصة للمنتخب المالي وانه باش يفوز نهائيا بالمباراة تاعو. جزيل الشكر ليك وجدي السيد، كان حاضر معنا منذ قبل ساعة من بداية المباراة، عشوية عدينا مع بعضنا، عشوية باهية، عشوية باهية، مخسارة انتهت بالهزيمة وبالمهزلة، المهزلة ككل، المهزلة اللي صارت نتاع التحكيم. اسلام المدب، جزيل الشكر ليك. كان معنا متر رياضة تويتي، كان معنا أنيس بن ميم، مكرم اللقام، أنيس صحباني من أنيس بن ميم وأنيس صحباني من ليمبي، أمننا نقل المباراة. المباراة القادمة إن شاء الله نهار لحد يظهر لي، في انتظار كنا نهضموا اللي صار الكل، يلزمنا نحطوا هذا الكل بين قوسين ونركزوا على المقابلة الجاية إن شاء الله. مرة أخرى أقول ما تكونش فما تبعات إدارية إن شاء الله، المنتخب ما تتسلطش عليه عقوبات في صورة تأكد انسحابه بعد نهاية المباراة اللي صارت على ثلاثة مرات. معناها ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله الملعبيه ريست كونسنتري، انا ما حبيتش الملعبيه ولا تو الحصه وفات، لكن ان شاء الله الملعبيه يقعدوا كونسنتري على الماتش الجاي، التركيز كله يعني وين ساو المشكله نتاع التحكيم والحكام، لان قادرين باش نفوزوا في المباريات القادمه ونتعداو ان شاء الله للدوره الثانيه ان شاء الله. شكرا لك وجدي السيد. انيس الجويني كان معنا في الاخراج، وعليا باشا في الديجيتال كانت معنا تقوى المديوني وادم المدب، تلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب. تحيه لكم من استوديوهات اكسبريس اف ام، هوني وليد برحومه نحييكم، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في توقيتنا العادي في كان اكسبريس من 3 ل 4 العشية، أكيد باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على المباراة متاع اليوم. في الأمان وباي باي.